الحقبه قبل ما اليوم العوائلات والبنات بنتنا ونلعب بين بعض الناس قرياش السنة ايوه لما الشعب كان في بنتنا قاعد يجروا سلويتي قيمان اللي بنيت هاي والنمط بيناط الحواسات كلها اللي بيوصلوا وياه وقال يجروا وعزبايا مكي يبدو بيسي يمان قرار كما كان يصل الله إلى الله جلد يسبب الله ما يوم وغاية أدبا موسى روينا أدبا مو بعد علينا أدبا مو مرحبا يسينا وأنا وحي تعليق الله عين وحكم صماء وكا تاسو اللي يكبت علينا حبينا هذا سلوين دي وحاك الله الرمائنا مو بعد علينا الحويني أحمد تعاليق للحاد وأنا سلاي وحمودي تاريخي سنين الحصول هل يهين بدأ أيوه وقامتي سنة إنه قام هذا أيوه وإذا سيدا كيف يدوبكو ما سعلي إنه شرع يسوى من الحوالي أيوه وقام لي كنت لاني أحيانا نسعلي سيوا يوايا يعني تصابر وقتلنا لك صابر مرانوين في قشة هنا بدو شاك عمي من الضرق صلى الله عليه وسلم إنه يتروح قلت عليك وعسنا يعني وقبل أن يشاهد بروك بلا يشاهد لنا وطن سمع لنا دينا هنا إذا كفا عني أنا ما أنا بتقليل الأهم بما عسنا وقلت بأم يمسد أشير والبا رقع حضر والرقع حضر الأهم بما ولا على على حوالا قشتها وحركة وصعبة الحقا وحاكوية روح بصول دولة الصومالي مركات الدولة دي عبد الله يوسف بعض المقاومة تبوت له حبسي مني حقا ما انت لما رفتت بها يستوى هوسما على يوم كل شيء بلا عند الدولة دي حوالا هوسنا المرأة بلا الشعب كنفتو هشيش بها كسو صلاة إنه تري يعيد كيه من دولة الحماس على مركات أما الحين كانوا يقولوا كتير على الله ما يدقدق الناس إسلام ما رك خالد الله كافي قابق هذا هو صعاته حالته لما تجينا وطنك لا عدوك لا تقال لنا ترى إيوه ترى إيوه النوع اللي جاي بروسان جاس باشيء وما أنت شباب واحد يجيني على ما كسر الشارع لا تقال لنا يعني وعشان عاد أقف اليوم وأكون ما أنت سلعت لكن ما يجي تاعنا لا تقاومي وما ما تاسو هاي كانت تشيل كي مكان مكرمه واول نسيه لما يجي نحاول نسيه انت ما بلا حاجه سيه انت شنو مسعو هاي دوله دينا كو مشغول سنت هاي بل وحي الحمد لله اسكو هاي وحنا في اسكو داري وحي كعنت الوالدين وصابها تاو على روح انا خشي بها ورحيم الله ما يبقى كهل هاي وحاقها دوله دبينا ويدينا نوصل بيكسو حلي كده يقول كا حلي عملا يجي مقاومة وهاي مقاتل وهاي أنا صعد ضغنا إلى تري يجوب هي تري ملاك كده يقول بقى تري بتاعي شرط تدري أنا هلا من عندنا هي إيه ما مقاتل تأمني لقى ده قال الله هي شاب الله ده قال الله كله حرام هي هي أمي قعدت الله يقف كسر سوالي أنا بس وحو ما أدري هاي حلي كسر من دماغ كم من دماغ تقول جان من دماغ أنا تأمني قبل هذا أنا نمشي ده صوتا الله وصل وحول النبي أول أقول يا أنكم من النبي حكي سوا وصلكم ما كان الله وصل تاس كل النبي أنا دم يقرأ سيا سينا جواب كم بريا إياه بال مسؤولية دولة وين سارت هاي دولة فضل عنك وحكومة دياني وأنا وصل على وأنا دافع لنا وأنا بري لنا وأنا قاصرنا أنت عصر ما أنا دوس على لك وعند دوحة مكان مين وحالا من وصل مكان تاسو حيالا تاشيك وحيالا كسو بحضاري هل تأمي المهم والموضوع لا دين عين الدين وينيس الدستور وقال قباها المرة والحصار الصوت عام ودن كان المحكوكة الصلاة والدستور وحاما لا يسمو حكومة هل يمي الحيون وحيو حكومة كان الدستور دستورك وعشان يكون الشيء اللي كنا قوين يسمو حكومة اللي يكون كان الضربين
عندها تسوقها هدي أسيدي سبوا واحد أو ما من العيال البلد هي شان شطر مع سوكا طري وحنا نسميه وعلى سوا عصي وعلى سوا على يوم تشرنا على العين وحد من العيال المبين اليوم أو ماشى على كم حيص وحد يقول شيء وهو هاي عصر كاه كاه أما عيد قولي حق ما لها واحد تنا تسوقها كشيتو ماشى على تشرنا على المنصة هذا نسيب كل شيء وينه معني يسحبون كذا كذا ضبيت وينه إنسان صوتا واحد يكل عيني يا إنسان ما كان قصوا على السياسي المذاعب والقوالين والقرر بان هاي والدستور كونستيوشنال ما كان قصوا على واحد الحق ولا لا تلوني كا الكل على وضعك مسؤولية ضدك إن جالس على مسير كومات ما يشوف كذا كذا بيني إن الحضور كنا هيني ما جاوا معلومات هاي ترى الكل من يدلنا أو الله يو أو بيش كتر لابسيا كتر لابسنا الأولاد وحنا يدل إن لا أو حركة يا أو مجتمع كذا بيا أو ضدك إجراءات سوية أو هجامينا أو نجدوا ريو أنا وهذا هجامي أشوا ويناي كل دوس على ما ناي كذا جرا إن كاتر وترى الكل ناي إنه وحنا يسير أو بل لو جالو دستور كا مرضى الحضيرة لها ما البيت على الجيل لها إنه وجهه وضد ما يويا لنا يعني ما تبي نسوي جالو أو ما لا صار أو كم ولا شقيه أدم يقولون له طاي ونكون يعني دستور كو وحقف يا الله يصدق يا كاح وتقال أي جواب كتب كان وحكي من ذلك كان عرفنا فضل على إنسا فضل على إنسا سؤال يفضل على مين عليه دولة حي لها حقوق بدل دبا بالطيب دولة دني الحوايج بالمرتي وعلى كلام مغرى صوالي عاصمة بين هاي مقدشة يا هاي هنتي وحيل على هذا الأسبوع جاي وعلى بربوي وعلى الأسبوع شو اللي بواي ده قال سكيا على قالي كسي على سلام على قالي هو قال من كوحي يا صباحي وحاله الوسان وده كان حاله بالقالي حال كان قالي وحوله والبني تاني فدراليزم قالوا و هل كره بالبالي استيسيت في الوصول بس والله قال لي وحي كم بدل عيسرع على بدل سلك الوادي كبعد بالوادي وتسي وتنك يا ماشى وقصع كراسي أبو جان وحنا نقرأ عباتي لو ما خسارة أو ما أنت بنت الأبانسة جنب الأبانسة سو بس كفر جنب الأبانسة وحادثة ماشى اللي قالوا شو ده وحنا قال لي مقال شيء مقال كذا يلا هلا وحامل هذا سمعنا لابن الدنيا يقال لي قالوا دي ما هذا لا قبل الله ولا سمعي يعني وواحد بري ما له يسوى يوم كذي واحد يوم هذا اللي كذا أو أنت كل قول تحتاي تين كان اللي حكول الله كتوه أعلى قال يا ترى اللي يحل قال اللي قال كذا إيه اللي قاله شيء مني من الله واحد مر كان نوع عوار إن دنت هالمول اللي أكثر نوع عصر كلام بدأ قفوا أروى على هما سنين كم تجوار ما تشيل كلامي قفوا ثوان ده حمود تشيل كلام شيء أنا أروى هما سنين هذا أنا ما توان تشيله يا ويقعد كلامي وحنا لو مرجع وجايمين تودنا هنا يقرأته ودنا كان واحد وقاتي الصلاة وقاتي واحد كذا وقت يلا يوم الحكرا اللي سويه فرناليزم كمرجع وواحد بعدكم بدنا تشوف جيزي نبغى ما مالا والله ننسى سياري بحيرة سؤال واحد يقول ما مالا نم دم الدم الجد دم دموي إلا قاتو أو سيسم كلا قاتو دم باكيتي ظروف باكيتي حوار جاري وحنا دمان تو عم بيقول كان لي قل مدي إيوه ما كنا نسي ربطنا إيوه سؤال ده كلام على تيا كقتي قل مدي وكان سؤال ما كان كسؤال أرسلنا الجماعة ما قبل العيد وحين شو تبي صبرين حبيني حن على لي شو ين قل من ما قال كأي وكثير كافرته أنت أصدر وكان شيء ده يعني بس أنا حالي ما يصير لقى لي والله شو صار ده وأنا عم بقولي وحيلا بنتي أنا عيال روح إذا حيلا الجو اللي يبر ما نقوم كنا يصير بسوق والله الجو اللي واحد قبل هاي شيء والله قل حبيني حن قولات الحمام وقولات الحين صلى الله عليه تنسقوا الله إن سير نصر يا ماشي أنا قال ما أنت بوش يا ديوان شو هنا قال من الله أنا صلى الله وفقا تيلك يا له حاف مسؤوليات كثيرة
كتبي ورجل وزارة لما يحاول الدوالة اللي تقول إيه تالي يعني ما أنت فايدة إن شو عم تعمل لو مو قناة سان أركاني وعم لها ورقة تبلي شيء كسي إيرات كسي اللي قاعد يعني كلام تاريخ كلام لغة كلام سيستم كان مركب حدود بعيد يعني وفش يسقن عل يسقن صعد يوحي تلقونه بعيد نظام كان فدناليزم كان سيد يا الله العظيم حل يا سوائل وبعطيني كل بورتين ماشي وبورت وحل يا ذلك يعني لكن ما توارى إن جوش ينتج لي أوران أنا كان سؤال زلايا وعشاء لقى أمار ما حقوق وتسلم الكعب فدناليزم حقوقك ثلاث مية فدناليزم كله حوي ما توارى مش يعني نسي يسيب الكل أساسي بقول كيف أنت عس إن أنا نقول أنا مسؤولية الشعب أنا مو العش دولتنا كل دولة وأنا أقول لها المسؤولية دي لكن responsibility هذا حكم كي قاطم بالمسؤوليات كنا صارين أنت وحكنا عن العصا اللي واحد لنا أنا وحبا أبا أنا صارين ولا جو سوي ما أنت عجاز لون كود حي قال كعيا إلا بوساسة قال كعيا وحكى لنا بدأ مقدشي اليوم هي بوساسة سما أنت كلا حياة تصير عسان نسكتك لون كأنت عليك حبده وغادي شو المسؤولية اللي سايس عليك هذا حكم كي لا يقاتل إلى مسؤولية على كا responsibility هي مسؤولية كشعب كسر أنا على لقى مثلا ودنا كحولي سينا سيستم يقعدتي وكله وحول الخيب سينا ونشر معاك أي من كاري سؤال ويا ماش تعرف وعين نقول لك من مكة أو لجران كاري واحد ذلك كده حياة واحد ويا عيد المسيح فوق قال يسوع ما أنت على الله سلامة جو تاني قاس ما تغنى ما تغنى فرماشو حقا إلى هنا قاس ما كانت تعرف وحال الاستبداد وحكر هذه الإنسان بنت لا بيصوم في الإنسان يجرو مقدشة على كلام الإنسان هذا ما نهيل مركب وحال ربع أنا هي مسؤولية أنا تركي كارسين وأنكر كارسان وحال ولا يعني دولة ده حمرك وحال لو من الإنسان مسؤولية كي أنا جالس سهرة وحال لو من الإنسان وحي عالم كيسه وقلي إيه وحي حبوب الله كمسانا كل يوم نقعد هذا هو عزيز يقول ترى يقتل إنا كنا ما تنا سعمة oo xiyaalaha u baahan in laga xisaabtamo oo meel isla gaaray aad bay muhiim u tahay heshiisyaa jira hore loo galay sharar badan baanu qabanay heshiisyaan galay heshiisyadii la galay hal heshiis oo sidiis u furay ma jirin bale mid kastoo la galay baa soo sheegay ka hadlo kii aanu yahay lagu qolaa intay qol isku xidhatay wax ka bedeshaa way khaladaa waxay rabtaa bay soo saaraan Soomaaliya waa boog nabar badan baa ku yaala dagaal sugeeyaa la soo galay caqabado iyo mushkilado badan baa soo maray maanta oo baahan in la farfaro oo boogaanti nabarka laga qaado in la dalo dhacaan ka yimaado loo baahan waxa u baahan tahay nabarka hoosta uu ka bisilay korka ka madow yahay in la dhago la dhaqo la nadiifiyo la ilaaliyo la keergareeyo u baahan waxa markaa lagu heshiinayaa waa inuu hirgalo dharaf Soomaaliya ma maamuli karaa haddii kuusan kuusan la isoo raway caanaha saal isu siin waayo cid gooni awood wala ma jirto maanta Soomaaliya sayn doonto inay u maamulayso haddii dictatorship iyo alaabo waxba u maamulayso Soomaaliya mana ayna burburtay dhibaatooda ma ayna qaadan aan xusuusnaano waayo waayo Soomaaliya maanta waxaan ku jiraa 12 October soo saaro garanaysa xilligan dowladnimo soo maray iyo waxay ku dambeysay iyo sidee noqotay waa wada garanayna waa inaan garanno Soomaaliya maanta waxa lagu wada wax lagu wadi karo waxa la qoreyso sistemka la qaateen isla loo waxaanay heshiisada lagu heshiiyay inay sidoo loo wada galo hadaan soo sheegin ku heshiinay hadii wuxuu ay tahay khadmiga ka qaadan waa dhaw saad doonaa yalo waa arin mushkiladeed ee dibka la iskare waxa u baahan tahay arinta lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay almasiir cala shuruud dadku waxay ku heshiiyeen inay fuliyaan beeleeyeen taa waxay la tahay balin dib loogu noqdo waxyaalaha ka hadli doono waxa ka soo saari doonaa ka mid tahay heshiisyada aan ka wada hadalay ee aan galay maxaa ka jira maxaa ka jira maxaa u dhaqmay maxaa u dhaqan gali waayo waa su'aal aan isweydiin doonaa diinaaga kaalmooyinka caalamka laga yaabo caalamka waxay noqotay xawaal meel baa qabri lagu qoday qabrigaasa qabriga kaalmada labada wax lagu guraa wax kastoo maanta waxaad maleysaa caalamku وأنا فاكت وأنا لما علينا لا عيد كسلاء أو صومالي يدي أخو فلسي أو كسي سي أو قرم قواتي لكن دي صومالي يدي وحقالي وهي وانوات كان مدى ودن كسوك الشاي عريس أبو بدني مسؤوليات أنا أنا أقول عسيت أنا دي كشي كيني إيطاك هذا يكون كومراتو دولة اللي حايو قاراتو إيانا إيانا برافر إيانا كابريتك وحكوك وحصوك قلائك
وواحد ليش يقول وخسارة وأنا قفك صوماليا مثل السيد عجوية كان أسكابوني جوية وإلي هيلي كان حبوبه يكولي كو الصوماليا اللي جوا حبوبه يكولي واحد مانتا مقع الصوماليا ضوب حالي كو الناس كابوني جوية مانتا حبوبه يكولي وإلي قالوا حيلي كان ماذا الصوماليا نسينا يا نقطة من دتك ولي قالس وعن رمائنا الكبور يترجل الكوميونتي إذا بحياشه وروح على الحين سان سوالف ما هي اللي بتوه بيزتين هم قطوع حط هاي والله دلوقتي قالوا يجاريس عيد البوح الله قط قالوا يجاريس ما وح سياسة هاي قطوع تيلو إلى رسالة وعراق كلام أنت صاحبي وأسلمي هاي هيش ما لما أنت حكمت هاي سي أي سي لكن صاحبي سنة دي وحال ما كان قاتل إن تيلو إلى هذا سنة يالي نادر إلى وحافنا وكاترين وشريفنا ويقولينا حتى وحي كوتشت باجتك الدولتنا لأنه والا سياسلين وستنا لليه لعيان كما مقعلوشي شغل الهدد بسانينا صحبا ووحو بان اللي سويديو لقد تشغل ديغنا لبحيني يأتاي وحلا وطنا قليني قالوا حتى وطنا قليني إنه ملكين يكون كاترين يانا ورن الصواري بعد وطنا قليني وإنه نغطو ديغنا يقالوا علي يعمل يحسب يكون تايو ديغ بحياش رفتو وعند هنا يعني اللي بعتبره كي أنا هو ما هذا اللي نعكفه صار دور شوي كلا بكر يلا باتر دولة ما تتي وحنقتني استنازل يسقلعين دور شو دي توت تفسير وحنقول عليه توت سنتين عليه قولي له أنت أنا رفقك في المسجد قولي له هو قال أنت في عام والله صحيح عشرة محمد وقال إنسان واحد من أحمد أي عمراني بلوج ماشي بزقها هو قال بيكوت من إما يسوت نازله لو تشر هدي ما أنت بقول إن عقاب ما رباك يا على الله عنك على الله هاي ما يرد عليه صاحب هذا اللي ما تشوف ما يلي ما عندي إنسان شاب على صغيرنا ما يبي قال لنا لو عصوا دعنا هدي اللي قال هالقط يهام على هالقط وواحد قال كريم إيه مثلاً بوقت نوع اللي هو قال لا يستل الله صلى الله سأطلع وحكون يا خيال بدل أمرك علينا أن ما يجي الشعب يقول كلا حريان ما ما نصعب حق بدل كشي سنة وين بدون سوي جديد ما عندنا دور شوي قد لا ما لها دور هذا الحكيم جدا ما لها أو حكوا واحد من كل شيء دنا بتشر وقلا واحد من كي عليه ولا كل شيء أو أصلا مبدأ عام ما ربنا ما رواه هذا عندنا دور شوي بس ما هي ما بدي أهل الله قط لكن وعلينا هذا هل تيجان دور شيء وحنا عاصي شكل سحبك من شيء ما أنا واحد يدين كتب قولي لا جلنا نقوم كيان كتب قديا ما رح بدالي علي عمر إسكندا يكون على مستوى هذا كنا صلي أرنا دور شيء يدستور كي أنا ما يصير كيس كامل يا كل اللي جوه اللي تبغى على الله كتشر ما قال كلام عد قوني وما تلقى تصوالي ما أنا ويدين كلام وهم قوسين كلام دورش الله عايز الله عسان عسورا أنت الذي نحكوين صواري كمان دعني كان يسوع هذا هو من صنعتي ما أنت كمان دعيسو ترى الله وده فروي لا يدع حسن وحنا هذا أركان دولنا نحن حيوانا أنا هذا وده مرمانا هو وده استديو دورشهم كودي أسوله إن كنت أصدق بيرمان علي عمر بيوتشينا وح مجد وح كتير ما شوف أنا والله أنا سعد كل كاي أفرك حالي يا لجوا إنك تسرح يوم حال ما عندنا إستشارة الله صلّي وقت الدوام كان كافر كان قد واصل أسوأ كله بنتي لا واصل أسوأ كله جميل يعني بين له شيء بس واحد إستشارة إن أنا ما شفته عدت درسنا إذا ما شفته دور شاف أنا وين دعسة قد يلا دور شاف حال ما ولا لا دستور كي أنا أقوله سأنا نشتري الدنيا عسكر دولته يركو المريء سد ويركو والمريء وحتى أنا كده يعني دور شوي بس لو تلاقيه استديو حلا قليل حول الدنيا ما حول وحيد عن تقوى يا مانا قد حس أمانا قليل لكن على شيء الدستور يا يوحد لك كده هاي يوحد جالس الله الله قاطع هيك دور شوي يعني عقله وده كله قليل وأنا الحب حبوب حبوب كيري السنة جيري الله رب يا مرونا تامر كم حسنا يعني هل هو قال وح يا لاي وده كان لنا واحد سمعنا والله عيا ريت دور شوي أي سلا ولا عيش الغاب قاطع وحما نور بعيد ورد سوع الناس ما رنتي مدحوني مع الله فما كرسي الأول يتني
waxaa hareeraha ka taagnaa laba nin oo mas-uuliyiin oo isaga horreysa kursi, waxaa ahaa madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud, oo doorashadii xasan sheekh maxamuud uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada xamed gudaheeda, oo shariif uu si fiican u wareejiyey, xasan sheekhna uu si fiican u wareejiyey. Waxaa laga hadlaya soomaaliya dowladnimo maantay kowda maanoy wararkii golaha baarlamaanka, golaha wasiirada laga hadlayo la leeyahay, waa dowladdii ugu horreysay 19 sano waa markii ugu horreysay dowladnimo soomaaliya. War dowladnimada soomaaliya ee maanta ugu horreysay xaggee joogtaa? Dowladnimada soomaaliya intaas soo maraysay maalintii dowladnimada bilowday fara cabdiqaasim ka soo bilow nambar baashi beli dowle iyo muqdisho safka loogu jiray, iyo intii ka dambeysay cabdilaahi yuusuf ayay noqdeen caasimada dagaal iyo fidla soomaaliya, iyo meelihii ka dambeeyay lasoo gaaray sistam dhisan weliba markay imanayeen qolada, iyadoo isteydyadu ay wada dhismeen, wax isteydo ka dambeeyay ma jiro. Federaalismka la wadaba taagnaaday keliya wadahadalka soomaaliland dhammaystiro iyo maqaabka caasimada ay waxa ay sugayaanba ay dowladdu gacanta ku dhigtay waqtiga maamulka ay qabanaysay. Waxaa keliya la odhan karaa xilligoodii waxaa kusoo hagaagay ehlu sunna waljamaaca iyo gelmiga heshiisiintooda oo aan isleeyahay qayb bay ku lahaayeen wayna ku mahadsanyihin. Waddan meel soo maray oo meel soo gaaray oo xad lahaabay ugu yimaaday maynan ugu horreynin, ugumana dambayn doonaan, waana looga dambayn doonaa laa shaka inay ka tegayaan, waana looga horreeyo dhaxalba u yimaaday xafiisyo shaqaynaya. Waa shay lagama maarmaana marka in arrintaas dib loo fiiriyo aan la odhanin annaga ugu horreyno qaabkaasa sarayna. Soomaaliya maanta meesha ay ku jirto waxay la tahay golahana go-aan buu ka soo saari doona. Waxay u baahan tahay soomaali maanta in laysku wado, laysu keeno, laysugu baaho. Kama fursan doonto soomaalidu maanta. Anagu maalinood waxaan la hadalay aqalka sanaa loo yimi stemel boy tagay saaka waa dhegaysanayseen cabdixaashi waxa uu ku hadlay dowladdii garoortaada waa imise way odhan lahaday iska daaye inay madaxda dowladdu aqalka sanadka furto waxay uga warwareegaysaa federaalismkay diidan tahay inay rumaystaan baa dhibaato ku oo ay kala soo qayb galaan oo ay furaan ay fadhigii ka qayb galaan culayska iyo dhibaatadaasi mushkiladaasi keentay. Waan u dhiibnay maalin kutan shan maalmood dib u dhiga, toban maalmood dib u dhiga, annagu gaalan omaana yeelan dowlado kale imaada maana oran soomaali baanu madhiga. Kama fursad doontaan gobolkan ka ballaaranna inaan dhigno waxgaradka axsaabta siyaasiyiinta soomaalida gobol intaan dhignanaana oo soomaaliya badbaada baahantay oo caalamkuna odhan kala soo qayb galo meel looga wareegana malaha. dowladdiina waxay maxay mashquul ku tahay cadaado qolo loo soo diray cunuga cadaadaada dhibna kuma ogyo waa dad culimaa, laakiin niman intii loo soo diray gelmudu ku burburiya ma dagaalkii gaarkaxeena soo celinaya meel usunna meel ugu sii celinaya xaggee loo kaawalo waxay iskaalinba u baahan tahay. Waxayna tahay mas-uuliyadda la saarana waa garanaynaa dowladdana waa ku boorinaynaa inay dib usoo noqoto ay timaado miiska wada tashiga CIC iyo dhismaheedana waa shay muqadasa meel looga wareegana malaga constitutional. Hadda intaa kasii tagtana weli wax ka weyn oo kalaa sii doonanaynaayo maybiiraan ogaan samaysanaa waleya aad baa